طب ايه، هو انت بردان ولا ايه؟ سلام يا اخوي، دمك خفيف قوي. اسمعوا، لو لا قدر الله حصل والاهلي جاب جون وقعدتوا تهيصوا وترفعوا الاعلام وتعملوا الشويتين بتوعكم دول، انا هحرقكم من المصروف وهديكم بالجزمه. بالجزمه؟ بالجزمه. ده اسمه ظلم. ايوه ده ظلم. احنا في بيت ديمقراطي. بيت يا اخويا؟ ديمقراطي. مين قال لك كده؟ انا عارف كده، وكل واحد من حقه يشجع الفريق اللي بيحبه بكل حريه. وبعدين اشمعنى انت معاك علم الزمالك؟ ايوه، بس عمري ما رفعت ولا رقصت بيه زيكم كده من ساعه ما اتولدتوا. اوعى يالا، اوعى هتطرف عينيا. احنا من ساعه ما دخلنا الدنيا واحنا على طول بنتفرج معاك على ماتشات الاهلي والزمالك، وانت عمرك ما كسبتنا ولا ماتش. ايه ده، الماتش بدا؟ يا خساره، كنت عايزه اتفرج على ريبورتاج عملته من كام يوم، بس مش مهم، الماتش اهم. أيوة اهم. اهلي اهلي بلاش شغل الاهلاويه ده، هتقعدي تشوشري عليا لغايه ما يجي فينا جول وتاخدين الدوكه. يا سلام، هو انت بتلعب معاهم وانا مش واخده بالي ولا ايه؟ الريبورتاج بتاعك اهم.